رجل يملك مبلغا من المال ولم يؤدي فريضة الحج، وعنده ابن شاب ليس لديه مال ليتزوج به لأنه ما زال يدرس، وقد خاف الأب على ابنه الفتنة والانحراف. ما هو الأفضل للأب، أن يحج بهذا المال أم يزوج هذا الابن الشاب؟ الواجب على الأب أن يحج بهذا المال، لأن الحج فريضة عليه، وحاجة الابن ليست تتعلق بذات الأب. أما لو كان الأب نفسه يحتاج إلى نكاح ويخشى على نفسه لم تزوج وليس في يده إلا هذه الدراهم، فهو إما أن يحج بها وإما أن يتزوج، فحينئذ نقول قدم الزواج، لأن الزواج هنا يتعلق بنفس الرجل. ولا تعجب إذا قلت إن الأب محتاج للزواج وليس عنده إلا هذه الدراهم، لأن هذا يقع كثيرا. قد يكون الرجل كثير الشهوة لم تغنه المرأة الأولى، أو تكون المرأة الأولى قد ماتت أو طلقت فيحتاج إلى زوجة أخرى.